السلام عليكم، معكم باديرا. إذا كنت أول مرة تشوفني أنا أنزل قصص رعب، لكن قبل لا نبدأ المقطع لا تنسون الاشتراك وتفعلون زر التنبيهات وانشروا المقطع. يلا ندخل على قصتنا. هذه القضية بدأت في مدينة مولبورن، أستراليا، تحديدا في قرية لور بلنتي. في تاريخ 22 أغسطس من عام 1987، منتصف الثمانينات، كانت هذه المدينة مكان آمن للعيش. تحديدا في قرية لور بلنتي كان من أكثر الأماكن أمان. لكن في الساعة 4 الفجر من ليلة 22 من أغسطس تغير كل شيء. كان في عائلة نايمة وكان كل شيء طبيعي. فجأة رجال لابس قناع أسود غريب اقتحم البيت، صعد الدرج وبيده اليمين سكين وبيده اليسار مسدس. دخل غرفة الآباء وصحاهم من النوم وقال لهم: أبغاكم تهتم، أنا أبغى فلوس وأشياء ثمينة في البيت، إذا تعاونتوا معي ما راح يتأذى أحد. الأبوين انسدحوا على الأرض وقلوبهم مليانة خوف. بدأ يسحبهم على الأرض من رجولهم ودخلهم خزانة الملابس وقفل عليهم. لكن الشيء اللي ما كانوا يعرفونه أن هذا المجرم كذب عليهم، ما جاء عشان الفلوس ولا عشان الأغراض الثمينة. بعد لحظات ولدهم اللي عمره 6 سنوات دخل الغرفة بعد ما سمع الأصوات، وانصدم لما شاف رجل القناع. مسك الولد وغطى عيونه وربطه على السرير. رجل القناع جاء عشان سبب واضح، كان يراقب العائلة من فترة طويلة، وكان مخطط انه يقتحم هذا البيت بالتحديد عشان بنتهم اللي تبلغ من العمر 11 سنة. دخل غرفتها وبدأ يعتدي عليها جنسيا لمدة ساعتين. بعد ما خلص راح المطبخ العائلة وقاعد يطبخ له أكل، مستوعبين شعور الأهل مربوطين وفي مجرم بالمنزل حول أطفالك ما تقدر تسوي أي شيء. لما قرر يطلع من البيت أخذ أشياء غريبة مثل أشرطة أغاني، وأخذ له جاكيت أزرق. بدأت التحقيقات فورا بالقضية، لكن الشرطة عجزت تحصل أي مشتبهين. واضح أن الجريمة كانت مخطط لها بالتفصيل، واللي سوى هذه الجريمة ما ترك ولا خيط وراه. الشرطة ارتعبت من برود المجرم وقت الجريمة، وخافوا أن ثقته الزايدة وبرودته تخليه يسوي الجريمة مرة ثانية. محطات الأخبار أطلقوا على هذا المجرم اسم مستر كرول. البنت اللي عمرها 11 سنة ذكرت للشرطة أن الرجال لما اعتدى عليها كان يكلم شخص على الهاتف، وكان يقول له: ترى بنتك راح تكون مكانها قريب، وراح أسوي هذا الشيء في بنتك قدام عيونك. لكن لما الشرطة أخذت بيانات المكالمات اللي صارت داخل البيت، ما لقوا أي اتصال صار في هذيك الليلة. الشرطة ظلت تبحث بالموضوع، يخافون أن الجريمة تصير مرة ثانية. لكن لمدة سنة كاملة رجل القناع كان مختفي تماما، الشيء اللي ريح المحققين شوي. لكن ما طال غيابه بعدها. رجل القناع أخذ الفترة اللي كان غايب فيها عشان يخطط ويرسم الجريمة الثانية. في تاريخ 27 ديسمبر 1988 عائلة ثانية طاحت ضحية لهذا الوحش. في الساعة 4:55 فجرا رجل اسمه جون ويلز كان نايم، وفجأة حس بشي يضغط على راسه وصوت خفيف يهمس له: لا تسوي نفسك بطل. لما فتح عيونه جون شاف رجل القناع اللي طبعا اقتحم البيت وهم نايمين. الشيء اللي ضغط على راس جون كان مسدس. نفس الجريمة السابقة طلب منهم يدخلون الخزنة، وانه بس يبغى فلوس. بعدها دور حول البيت وقاعد يقطع خطوط الهاتف اللي في البيت كلها. بعدها توجه لغرفة نوم الأطفال. في الداخل حصل أنت اللي عمرها 5 سنوات، والتوأم روبن وليندا اللي عمرهم 8 سنوات، وشارون اللي عمرها 10 سنوات. رجل القناع كان يبغى شارون، كان يعرفها بالاسم لأن عائلتها كانوا في الجريدة قبل فترة بسيطة بسبب اندلاع حريق في بيتهم. لمدة 15 دقيقة الأبوين حاولوا يطلعون من الخزانة. لما طلعوا بدأوا يركضون لغرفة الأطفال. بعدها ما حصلوا بنتهم الصغيرة شارون. جون ركض للهاتف عشان يتصل على الشرطة، لكن زي ما قلت لكم هو قطع خطوط الهاتف في البيت. عشان كذا جون راح لبيت جيرانه وأخذ الهاتف ودق على الشرطة. الشرطة وجميع سكان الحي بدأوا يبحثون عن شارون، لكن ما كان لها وجود. العائلة قعدوا يبحثون لمدة 18 ساعة.
كانوا خايفين انهم ما راح يشوفون شارون مرة ثانية. بعد مرور يوم لاحظت بنت كانت تمشي حول مدرسة ثانوية ان في انسان مربوط بكيس اخضر كبير. قربت البنت عشان تتأكد وتفاجأت ان في بنت صغيرة داخل الكيس. كانت حية الحمد لله، لكن حالتها كانت سيئة مرة. على طول البنت اتصلت على الشرطة واكتشفوا ان هذه البنت هي شارون، ورجعوها على طول لعائلة ويلز. لما بدأوا الشرطة يسألونها قالت لهم انها كانت عيوني مسكرة طول الوقت، ما قدرت اشوف وجهها ابدا، وقالت انه كان مهذب وطيب وصوتها كان جدا خفيف. هذا الشيء ترك الشرطة في حيرة، لانه على كلامها انه اعطاها ساندويتش وعصير ليمون قبل لا يطلق صراحة، كمان نظفها وروشها. رجل القناع حتى قلم اظافرها ومشط شعرها وغسل لها اسنانها. تتوقعون سوى كذا عشانه طيب؟ طبعا لا، المجرم هذا اذكى مما تتصورون. سوى هذه الاشياء عشان يخفي الحمض النووي من جسم البنت عشان الشرطة ما تمسكه وما يترك وراء اي اثر. لمدة شهور عائلة ويلز كانت تعيش بخوف، كانوا ينامون مع الاطفال دائما بنفس الغرفة. جون الاب ما قدر يتخطى الموضوع ابدا، وكان يلوم نفسه دائما على الموضوع. يعيش هذيك الليلة في كل مرة يحط راسه على المخدة ويتمنى انه قدر يحميهم. للأسف التحقيقات مجددا فشلت فانها تقبض عليه. رجل القناع ترك ولا أثر وراه، لكن شارون قالت لهم لما خطفني ووداني لبيته كنت أسمع صوت طيارات فوق البيت. وركزوا بهذه النقطة، بعدها اختفى رجل القناع لمدة سنتين ورجع في 3 جولاي عام 1990. هذه المرة في قرية كان يسكنها أكثر السياسيين، اسم القرية كانتبيري. رجل القناع استهدف عائلة لينز المكونة من الأم روزمي والأب براين وابنتهم فيونا اللي كان عمرها 15 ونيكولا اللي كان عمرها 13 سنة. الأبوين اختاروا هذه القرية عشانها كانت آمنة لأطفالهم، خوفا من الحوادث اللي صارت في قرية لور بلنتي. في يوم من الأيام الأبوين طلعوا للمناسبة وتركوا البنات في البيت. بعد مرور منتصف الليل بدأوا يسمعون صوت خطوات في الممر، ولما فتحت نيكولا عيونها حصلت رجل القناع قدامها. أختها صحت من صراخ البنت وشافت رجل القناع حاط المسدس على راس أختها وقال لها بصوت خفيف: لا تخليني أطلق على راس أختك، نفذوا لي أطلق منكم ما راح أذي أحد. طلب من نيكولا تلبس ملابس المدرسة، بدأ يربط فم فيونا ويقيدها على السرير، وهو يقيد فيونا قال لها توصل رسالة لأهلها. بعدها أخذ نيكولا ورماها في شنطة سيارة الأب وسرقها وانحاش. العائلة بالأصل كانوا من بريطانيا، جو لأستراليا في رحلة عمل ومضطرين يرجعون بعد كم أسبوع. عموما بعد مرور 20 دقيقة رجعوا براين وروزمي للبيت وشافوا أن سيارتهم مو موجودة. باب البيت كان مفتوح للآخر. لما طلعوا لغرفة البنات حصلوا بنتهم فيونا مربطة وقالت لهم عن كل شيء وعن الرسالة اللي تركها، لكن الغريب بالموضوع أنه ما ترك رقم أو عنوان عشان يوصلون للفلوس. طبعا كالعادة ما ترك أي أثر وراه، مو طبيعي أبدا، هذا الشخص مجرم ذكي جدا. نيكولا اختفت لمدة 50 ساعة وكانت تتعرض للتعذيب طول الوقت، وأخيرا حصلوها على بعد كم كيلو من بيت عائلة لينس. لقوها مربطة ومضروبة ضرب مبرح، وتقول إن قال لها ما تشيل الغطاء عن عيونها إلا لما تسمع صوت سيارته تبعد عن المكان. سوت بالضبط اللي طلبها منها، وبعد ما راح صرخت وطلعوا عوائل الحي واتصلوا على الشرطة. بعد التحقيق استوعب الشرطة أن نيكولا كانت تقولهم نفس الكلام اللي قالته شارون. كلهم قالوا أن صوته خفيف، وكلهم قالوا سمعنا صوت طيارات فوق البيت، لكن نيكولا قالت أنها قدرت تلمحها من خلال الغطاء، وقالت أن شعره كان لونه برتقالي باهت، وزي الضحية اللي قبلها سوى معاها نفس الأشياء عشان يخفي الحمض النووي. رجل القناع هز أستراليا كاملة، وجرائمه كانت بكل الأخبار، كانت بشعة ومقززة، لكن للأسف ما كانت هذه النهاية. رجل القناع نفذ جريمة أخرى كانت الأسوأ والأبشع. في أبريل 13 عام 1991 رجل القناع يهجم مرة ثانية. ضحيته كانت عائلة شان، الأب جون والأم فيلي، وكانوا يملكون 3 مطاعم، كان عندهم عقارات كثيرة، وهالكلام معناته أنهم يشتغلون أغلب وقتهم، تقريبا يشتغلون 18 ساعة باليوم. أختهم الكبيرة كارمن اللي عمرها 13 كانت تعتني بأخواتها كارين وكالي. وفي الساعة 9 تقريبا من هذيك الليلة كارمن وأخواتها راحوا للمطبخ عشان يطبخون أكل، لكن تفاجأوا بوجود رجل القناع قدامهم ماسك سكينة بيده الثانية مسدس. استخدم نفس الجملة اللي قالها لكل الضحايا، إنه يبغى فلوس بس. قال لكارمن وريني وين الفلوس.
بعد ما ورّته مسك راس الطفلتين وجرهم للغرفة، رفع السرير ودخلهم تحته، بعدها أخذ كرسي وحطه فوق السرير عشان الطفلتين ما يطلعون. لكن البنتين بعد كم دقيقة قدروا يهربون من تحت السرير، بس ما لقوا أختهم الكبيرة كارمن. رجل القناع خطف كارمن، وقبل لا يطلع كتب على سيارة العائلة More to come, payback، اللي معناتها ترقبوا المزيد، الانتقام. وللأسف الشرطة ما حصلت أي أثر وراء المجرم. الشيء اللي خلاهم يشكون أن رجل القناع ممكن يكون شرطي أو شرطي سابق، لأنه عنده معرفة كبيرة في مسح الأثار والتخلص من الأدلة. الشرطة ظلت تحقق مع ناس كان بينهم وبين عائلة شان مشاكل، لكن هذه كانت خطة من خطط رجل القناع عشان يضلل الشرطة ويضيع وقتهم. بعد مرور 72 ساعة، عائلة شان سوت مؤتمر صحفي وبدأوا يطالبون المجرم بإعادة بنتهم، أنهم راح ينفذون كل طلباتها. لكن للأسف ما صار شيء. مرت شهور طويلة بدون أي أخبار جديدة عن كارمن. بعد مرور سنة وفي شهر أبريل، كان في رجل يمشي مع الكلب حقه، لكن في الطريق الكلب ركض الجسم غريب مغطى بالأكياس، ولما قرب الرجال انصدم بجثة كارمن اللي كانت مضروبة بالرصاص. الشرطة قالت من الممكن انها سحبت القناع وشافت وجه المجرم، او انها عرفت وين يسكن، عشان كذا قرر يطلق عليها 3 طلقات في الجمجمة عشان ما يقبضون عليه. الجسم تعفن بنفس المكان لمدة سنة كاملة. رجل القناع بعدها اختفى تماما لين يومنا الحالي. المحققين ربطوا اسم رجل القناع بجرائم صارت في بداية الثمانينات، وانه اعتدى على اكثر من 12 طفل. لكن بنفس الوقت رفضت الشرطة تصرح بأي قضية من القضايا اللي صارت في الثمانينات. في نظرية تقول ممكن انه كان مدرس، بحكم ان ضحاياه كلهم كانوا طلاب في المرحلة الابتدائية. والشيء اللي عزز هذه النظرية بوجهة نظري ان كل جرائمه صارت في اجازة الصيف للطلاب. رجل القناع كان وحش ذكي ما يترك وراه اي اثر ابدا، وقدر انه يترك الشرطة تحقق وراه بدون ما يوصلون لاي شيء. بعض المحققين قالوا انه رجل القناع ممكن يكون المجرم المقبوض عليه دي انجلو، لان الجرائم وطريقة تنفيذها كانت مقاربة جدا. لكن بعد التحقيق مع دي انجلو نفى هذا الشيء. الشرطة الى الان بحثت في اكثر من 30,000 بيت، وحققت مع 27,000 مشتبه، وحطوا جائزة قيمتها 300,000 دولار لاي احد يعطيهم معلومة عن رجل القناع. للأسف لم يتم القبض على هذا المجرم، ما زال عايش بيننا.